أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجدي الجمعة 18 يونيو حزيران 2021. توقعات برج الجدي عاطفيا: المشاجرات تحدث في أي علاقة عاطفية، المهم أن لا تترك المساحة لأن تكبر المشكلة وتتفاهم. عليكما إظهار الاهتمام بشريك حياتك ومحاولة تهدئة الأمور بينكما، فلا شيء يستحق أن تخسر شخص يحبك بصدق ويقدم أقصى ما لديه لإسعادك، فلا تخذله واعتذر إن أخطأت. مهنيا قاوم رغبتك في التأجيل طوال الوقت، بل بأن تقوم بوضع خطة يومية وإلزم نفسك بالسير وفقا لها وتنفيذها، ثم عليك مكافأة نفسك فور الانتهاء من المهام اليومية حتى تشعر بالإنجاز. صحيا حاول أن تتمالك أعصابك مهما مررت بظروف سيئة، فالتوتر العصبي ينهك الجسد بشكل غير مباشر وإنما مع مرور الوقت. توقعات برج الجدي للرجل: لا تعقد الأمور على نفسك وتدخل في متاهات تثير عصبيتك وتوترك، إذ لم يفهمك الناس فهذا لا يعني أنك شخص سيء وطباعك غريبة، كل ما في الأمر أنك قد تكون لا تستطيع التعبير عن مشاعرك واحتياجاتك ولا تحمل نفسك أكثر من طاقتها أبدا. توقعات برج الجدي للمرأة: هذا ليس الوقت المناسب للاختفاء والعزلة، عليك السعي نحو الاستمتاع بحياتك، اسمحي لنفسك بالانطلاق مع أصدقائك، الحياة لا تزال طويلة أمامك. للمرتبط: على الصعيد العاطفي واجها المجهول معا، وستكتشفان أن خوفكما يتحول إلى المزيد من الحب. بالتأكيد لا تملكان كل الأجوبة، لكن هذا لا يهم، حبكما هو كل ما يهم الآن. مؤشرات برج الجدي ليوم الجمعة: الطاقة 90%، العاطفة 75%، النجاح 95%، الصحة 85%. أرقام الحظ لبرج الجدي ليوم الجمعة: 8، 86، 52، 39. توافق برج الجدي مع الحب مع برج الأسد، في الصداقة مع برج الحوت، في العمل مع برج الجدي.